السلام عليكم. السلام 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 ورحمة الله. السلام عليكم. السلام شهوان، لاباس عليكم؟ صحة لاباس، عايشك الحمد لله. عايشك عايشك. استغلالهم الكبار ويكفي من استغلال المرأة، لأن المرأة تعاني كأم تربي أبنائها وفي نفس الوقت تعمل في الحقول، ولكن بأجر دون الأجر اللي تحصل عليه الرجل. معنى المساواة الاقتصادية والاجتماعية والمقابل يلزم يكون نفس المقابل. يعني التمييز للمرأة كان أقل، ولا النظرة الدنية للمرأة يكفي. إن شاء الله تنصرنا أنت سيدنا. إن شاء الله هذه أمانة طول الأرض. إحنا سيد الرئيس خلونا يسر. لا تو ان شاء الله معنا تاخذوا جزء منها معنا بيشتغلوه، وتفتح بعد ذلك للعديد المشاركين الاخرين، وترجع بالنفع على المنطقه الكل، معنا كمجال للمنفعه العامه. سيد الرئيس بخلاف ال 541 تعرف المدخل ثم المعصره. اي وتو هذه مهمله. لا كيف مهمله مهمله. وين هو ديوان الاراضي الدوليه؟ أي. سيد الرئيس بربي تسوية الوضعية القانونية للأراضي راهي ما فماش تسوية من عام 75 70. لا لا هي من قبل مشكلة الأراضي معناها ما تنجمش تعمل حتى التنمية. أي الأراضي موجودة، تسوية الأراضي موجودة وتسوية الوضعيات، ويتم تعطيل تسوية الوضعيات مش لأن الأمر يتعلق بالقانون وبالإجراءات. إذا كان من عام 70 لليوم ما تسويتش ما فما إرادة لعدم تسويتها الأكثر ولا أقل، ولا بد من تسوية الأمر هنا ربما أفضل بكثير من المناطق أخرى، ولكن في مناطق أخرى غير مساوية حتى يستولي عليها من أراد أن يستولي عليها، وهي ديما يسويها مع الأرض ثم بعد ذلك يقال تسوية. أهلا وسهلا، مرحبا بك. عايش 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 عايش. كنا نخدموا في شريك 12 سنة نخدموا معاه، وفي الاخر خرجنا بيدنا على روسنا. تو ان شاء الله لذلك بالنسبه للتعويض، لكن تو بقدره الله ان شاء الله بالنسبه للمستقبل انتم باش توليوا معنا باش تستغلوا الارض هذه معنا، وانتم باش توفروا معنا توفروا الثروه للبلاد. علاقه لا يلزم الاستغلال وما يذلكم حد في تونس في بلادكم انتم. لا لا ما يبكيكم حد، صغارنا قاعدين ماهمش يخدموا. يلزم انتم تو اليوم الشعب التونسي يقف الكل في وجه الظلم وفي وجه الاستبداد المقنع مرة باسم الاستبداد اللي قاعدين يقوموا به الناس اللي وراء الستار وتحبت أجج الأوضاع. مرة سكر، مرة دواء، مرة قهوة، الخبز متوفر، ولكن للأسف يحبوا يأجوا الأوضاع. وهذا معلوم من قبل الشعب التونسي، واللي يتأكد الشعب التونسي وأنه الناس اللي باش تمس بالقوت متاعه راهو مش يقعدوا خارج الحساب. 15000 الصباح نفلتوا من مض ثلاث نروحوا مضي ساعتين الايام الثلاثه. ولا المرأة اللي تخدم ب 10000 و 15000 وعندها صغارها وتقوم في الليل وتروح في معناها في الظلام كل يوم، هذا فضلا على مهضومة الجانب. وشكرا لك سيد الرئيس.